وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة في دون الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على تعديل لائحتي مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بحق السؤال الموجه إلى الوزراء، فيما قرر إعادة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لمزيد من الدراسة. كانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مطبطة الجلسة السابقة قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 ميلاديا والمرافق للمرسوم رقم 38 لسنة 2018.